تسمح بعض الأجسام بمرور الضوء؟ لأنها أجسام شفافة. لأنها أجسام شفافة. وهل هنا وهل يتكون الظل وراء الأجسام الشفافة؟ لا. إذن لا وجود للظل. وما هو الظل يا سلمى؟ هو بقعة سوداء. بقعة سوداء أين تتكون؟ خلف الحاجز أم وراء أمام الحاجز؟ خلف الحاجز. وهذا الظل هو عبارة عن منطقة سوداء. سوداء مظلمة. ماذا نعني بمنطقة سوداء مظلمة؟ أي أن الضوء لا يصل إليها. عندما أقول ظل أي أنه لا يصل إليها. مثلا لو كان لدي ستار، هذا الستار هل سيسمح بمرور الضوء بنفاذية أعلى؟ لا. لماذا؟ لأن هذا الستار جسم معتم، أي أن وراء الستار ماذا سوف يتكون؟ يتكون ظل. سوف يتكون ظل. انتبهوا معي على رد عليكم سلمى. طبيعة الحال راكم عارفين شكون هي سلمى، ياك؟ كلنا كنعرفو سلمى. أول حاجة الأخلاق اللي هي أساسية باش ندخل للمدرسة، يخصو يكون عندي أخلاق. وسلمى كتميز بأخلاق عالية عن باقي التلاميذ دون استثناء. نقدر نقول لكم بجميع الأقسام أخلاق عالية. ثاني حاجة السلوك أو الدراسة، فهي متفوقة في الدراسة ديالها، ولهذا أنا تحليت باش تكون هي طويلة عليا. متفقين؟ باش هي تكون أطول مني، لأنها سلمى تبارك الله عليها بدون تعليق، ياك؟ الآن غتوقفوا كاملين. فوالا واحد جوج ثلاثة، غادي كلنا غنصفقوا على سلمى وغنتحلاو هكا. يلا صفر. سلمى شنو تقدري تقولي لينا بمناسبة النجاح ديالك والاحتلال ديالك المراكز الأولى؟ شنو تقدري تقولي؟ يلا شنو تقدري تقولي للناس؟ يلا شو الأخلاق؟ ما قدرتش تهضر، سمعت؟ رغم أنها الأولى، ما عندناش حدين؟ المهم ما عليناش، ما عليناش، دعاء صفقي على سلمى بوحدك يلا. فوالا شنو تقدري تقولي لنا يلا؟ قولي شي حاجة عافاك. أنا فرحانة. سيدي باش ناخذ فرحانة صافي صافي يا فرحانة، يلا ضربي هنا وغادي تجيبي أكثر في الدورة الثانية. عاود هذيك الضربة شحال بغيتي تجيب؟ يلا تقنتي يا صاحبي.